يقول السائل: لي شقيق يعمل في بلاد الكفر، وعمله هنالك يتمثل في الاعتناء بالخيول التي تستعمل في الرهان، وأنا لست أدري إن كان راتبه يتقاضاه من أرباح القمار أم من مصدر آخر، فهل يجوز لي أن أستلف منه مبلغا من المال مع العلم أنني في أمس الحاجة إليه، وهل أقبل منه هداياه التي يجلبها لي من خلال عودته إلى البلدة؟ ما دام أنك لا تعلم المال حرام فلك أن تقترض منه، إذا كنت ما تعلم وإنما عندك شك فقط فالأصل في الأموال الحل والحمد لله، أما إذا علمت أن هذا المال حرام فلا يجوز لك أنك تستعمله.